بزميلها خديجة طاهر عباس وضيفها الأستاذ والخبير الاقتصادي سيد عبد القادر بريش. إليك خديجة. شكرا، أهلا بكم. فيروس كورونا يأخذ مدى أوسع على المستوى العالمي بانتشاره عبر أكثر من 30 دولة أو أكثر، متخطيا الحدود، ليظهر جليا أن تأثيره تعدى المستوى الصحي إلى مستويات أخرى. وتتضح التداعيات الاقتصادية للفيروس بإلحاح ووضوح وسط تخوفات من استمرار اتساع رقعة الداء، مما يطرح عدة تساؤلات حول مدى تأثيره على الاقتصاد العالمي ووعي الأطراف الدولية مدى أهمية هذا الوضع. وضع ليست الجزائر بمنأى عنه، باعتبارها محورا اقتصاديا هاما تربطه بالصين علاقات اقتصادية متميزة. لمناقشة هذا الموضوع يحضر معنا الأستاذ الجامعي عبد القادر بريش، وهو محلل اقتصادي أيضا. وقبل مباشرة النقاش نترككم مع هذا التقرير حول الموضوع لسامحة صياد. انتشار فيروس كورونا السريع وتزايد عدد الإصابات به في الصين وفي عدة دول بات مصدر قلق عالمي وهلع دولي لما له من تأثير وتداعيات على الصحة العالمية والاقتصاد العالمي. فتفشي المرض سيفقد النمو العالمي نحو 0.1 نقطة مئوية، ولأن الصين هي المحور الرئيسي لإمداد معظم المنتوجات ومكونات الإنتاج التي تحتاجها الشركات العالمية، خاصة وأن منتوجاتها تغزو الأسواق العالمية وتحرك التجارة الدولية. كما أن الانتشار السريع للفيروس أثار قلقا كبيرا وتذبذبا في أسواق النفط وأثر سلبا على الطلب، ما أدى إلى نزول الأسعار ب4%، لأن السوق تشهد فائضا وتخمة في المعروض. وحسب الخبراء ستظل أسعار النفط عرضة لخطر التذبذب والانخفاض مع استمرار تفشي فيروس كورونا. والأكيد أن الجزائر تتأثر بالوضع كمثيلاتها من البلدان المنتجة والمصدرة للنفط. فهل هي حرب بيولوجية تجارية أم فيروس ينتظر إيجاد اللقاح؟ وبين هذا وذاك هلع عالمي صحي واقتصادي. أهلا بك الأستاذ دريش، أهلا بك معنا. نبدأ الحديث بما انتهت إليه الزميلة سميحة صياد. هل الفيروس مصطنع أم أنه فعلا فيروس حقيقي؟ الفيروس في كلتا الحالتين، الفيروس موجود مصطنع أو غير مصطنع. هل آن الأوان لندق ناقوس الخطر حول أثار الفيروس يستعد العالم اقتصاديا لمواجهة هذا الفيروس؟ نعم، شكرا على الاستضافة وتحية لكم وللسادة المشاهدين في هذه الاستضافة في برنامج الجزائر اليوم. في الحقيقة موضوع التأثير الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا وأثره الاقتصادي، نعرف الأثر الطبي والتداعيات تاعه كما أشرت في أكثر من 30 دولة الآن، ولكن كذلك كما ينتشر هذا الفيروس يعني من ناحية الوبائية ينتشر كذلك التأثيرات تاعه في الاقتصاد، وإحنا نسميها انتشار العدوى الاقتصادية خاصة والعالم وفي ظل الاقتصاد المعولم الذي نعيشه حاليا. ف يعني الترابط والتكامل الاقتصادي اللي راه يحدث في العالم الآن ودرجة الترابط هذا تخلي العدوى تنتشر من اقتصاد لآخر. صحيح التأثير المباشر لفيروس كورونا هو على الاقتصاد الصيني، أين سيعرف الاقتصاد الصيني تراجع نتيجة هذا الإغلاق في كثير من المناطق الصينية نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي والاستثمارات في الصين. ولكن باعتبار الصين هي قلب الاقتصاد العالمي وحجم الاقتصاد الصيني على المستوى العالمي وحجم التجارة حجمها في التجارة الدولية راح تتأثر كثير من الاقتصاديات. بالدرجة الأولى كما أشار التقرير إلى مستوى النمو سيتراجع في توقعات، وفيه تقارير دولية تقول بأن أنه في السداسي الأول من السنة الحالية من على شهر راح النمو الاقتصادي يتراجع بواحد 1%، يتراجع كثير من الأنشطة وتتراجع كثير من القطاعات، فربما قطاع السياحة العالمي يتراجع في التقديرات تقول بلي يتراجع من ما بين 30 إلى 40%، لأن معظم الحجوزات والرحلات وشركات الطيران والمقاصد السياحية وخاصة اللي كان يقصدها الصينيون يعني تأثرت بدرجة كبيرة في أوروبا خاصة
خاصة، إذا هذا تداعيات في مجالات معينة خاصة ما يسمى الأسواق التي كان يقصدها السائح الصيني وحركة الطيران العالمي، الأسواق السلع الفاخرة، كل هذا يعني يحدث ارتباك في المشهد الاقتصادي على المستوى العالمي، ولكن المحصلة في النهاية هو التأثير على معدل النمو والتباطؤ الاقتصاد العالمي، وهذا ما ستكون له تداعيات على أسواق النفط، على الطلب العالمي. كل هذه التداعيات هي نتيجة ماذا؟ نتيجة يعني هذا التأثير تاع الوباء في الاقتصاد الصيني، ثم يبدأ ينسحب وينتقل تدريجيا إلى باقي الاقتصاديات. نحن في الاقتصاد وفي الأسواق المالية نقول إذا عطست بورصة نيويورك تصاب بورصة لندن بالزكام، وهذا دليل على العدوى. والآن فيه تراجع حقيقي في مستوى الأداء الأسواق المالية، فيه نوع من الترقب، نوع من الخوف، نوع من عدم اليقين، وهذا مما يؤثر على حركة الأسواق. فرضت على نفسها حصارا، يعني فرضت على لا ندري هل هي تقصد من خلال حظر، فرض هذا الحظر على نفسها أنها تنتظر إلى حين الانتهاء من التخلص من الداء، أو أن هناك أمر آخر اقتصاديا. الصين لحد الآن أنها تخطت عتبة أنني غير موجودة في السوق. لا، هذا أمر واقع، لأن المناطق التي أصيبت بالوباء وفيها غلق وتوقف النشاط، هذا أمر من ناحية الطبية والصحية كان من الضرورة أن يتم هذا الغلق. ولكن في الأسبوعين الأخيرين شفنا بعودة النشاط إلى كثير من المصانع والورشات اللي في الصين. ولكن الآن الصين في تعاملها الاقتصادية كثير من الأنشطة تتأثر، وكثير من النشاطات تتأثر، لأن السلع خاصة السلع الغذائية يقل عليها الطلب خوفا من انتشار الوباء. فيه كثير من الأنشطة تأثر، ليس رغبة من الصين، ولكن رغبة من المتعاملين مع في الاقتصاد الصيني. يتراجع الطلب نتاعهم ويروحوا، فلربما يتوجهوا إلى طلب السلع، وخاصة السلع الصناعية والسلع الغذائية، من أسواق أخرى أكثر أمنا من ناحية الصحية. إذن هذا الجانب لازم يؤخذ بعين الاعتبار. كذلك الصين الآن تحاول أن يعني تخفف وتقلل من تداعيات الأزمة وتقلل من الكارثة وانعكاساتها على الجانب الاقتصادي، من خلال إعادة بعث النشاط الاقتصادي، ومن خلال محاولة أن تقول بأن هذا الوباء ليس الصين. لما انتقل إلى كثير من الدول، وأنا يعني فيه التقارير تاع الأمم المتحدة أو منظمة الصحة العالمية تقول بلي فلربما سيعلم بأن هذا الوباء هو مشكلة عالمية وليست مشكلة صينية بالدرجة الأولى. عذرا أستاذ، نتوقف لننصت إلى أذان صلاة المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. حي على الفلاح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من المغفرة والثواب. نواصل النقاش مع الأستاذ عبد القادر دريش. أستاذي، ما هي تداعيات هذه الأزمة، الأزمة الفيروسية إن شئنا القول، على أسعار النفط؟ نعم، هو أسعار النفط في بداية ظهور الفيروس ويعني التداول الأخبار وانتشار الأخبار، يعني سوق النفط عرفت نوع من الاهتزاز والاضطراب، وهذا شيء طبيعي لأن الأسواق دائما تكون ردة فعلها، وشفنا انخفضت الأسعار إلى حدود 53 يعني أو 54 تقريبا دولار للبرميل، ولكن مع الآن بدأت الأسعار تتحسن. اليوم فقط يعني الأسعار البترول يعني حوالي 58 دولار للبرميل، ولكن إذا استمر الوضع وتراجع النشاط الاقتصادي في الصين راح يتأثر السوق البترولي. لماذا؟ لأن الصين تعتبر من يعني مستهلك والطالب أساسي، يعني في حجم الطلب على النفط، لأنها تستهلك يوميا، تطلب يوميا تقريبا، رغم أنها بلد منتج للنفط. نعم، ولكن حجم الطلب لأن آلة اقتصادية كبيرة وتستهلك كثير من النفط، فهي تطلب تقريبا ما تنتجه السعودية يوميا، يعني 13.5 مليون برميل يوميا، حجم إنتاج أمريكا أو حجم إنتاج السعودية، وهذا كمية كبيرة. أكيد تراجع الطلب الصين على النفط راح يتراجع على حجم الطلب، وهذا يأثر على الأسعار، فيعني هذا متروك، يعني لأن الآن الأمور كلها في البداية، لم يحسم أمر هل يتم احتواء الأمر للوباء هذا وعودة النشاط الاقتصادي للصين، أم يستمر الوضع حتى ممكن إلى 6 أشهر أو أكثر، فهذا الأمر متروك للزمن. ولكن إذا حدث أن تقلص الاقتصاد الصيني وتقلص الطلب، أكيد راح تكون تداعيات تاعه على أسواق النفط وعلى بالضرورة على الطلب ينكمش، وبالتالي الأسعار تنخفض. أستاذ بريش، ننتقل معك إلى الجزائر. الجزائر كما قلنا ليست فيما بين منأى عن هذه عن هذا الداء، ونعرف أنها تستقبل ما يربو عن 30,000 صيني، زيادة على عدة عشرات أو آلاف الشركات الصينية المزروعة في البلاد التي تعمل يوميا، ناهيك عن التبادلات التجارية التي لا تنقطع. ما مدى تأثر الجزائر في المستقبل القريب بهذه الأزمة؟ نعم، هو بالنسبة للجزائر لما نتكلم على انتقال العدوى نتكلم على القناة التي تنتقل من العدوى. القناة الرئيسية كما أشرت سابقا وهي قناة أسعار النفط، فإذا انخفض مستوى النشاط الاقتصادي وتراجع النمو الاقتصادي في الصين وتراجع الطلب العالمي على النفط، أكيد باعتبار الجزائر المصدر للنفط راح تتراجع وتتراجع الأسعار، راح تتأثر من هذا القناة. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني فيما يخص الوضع في الجزائر، هو نظرا للعلاقات التجارية خاصة وحجم التجارة يعني استيراد من الصين في كثير من السلع، خاصة السلع المصنعة والألبسة وغيرها، يتراجع الاستيراد من الصين، وبالتالي فلربما
وهذا أكيد، ولكن مش بنسبة كبيرة، لأن كثير من المتعاملين والمستوردين لم يكنوا يتوقعوا مثلا وقوع هذا الوباء، وبرمجوا فلربما يعني التموين بالسوق من هذه المواد اللي هي أساسية في كثير من الأمور، في الجانب الإلكترونيات، في جانب الخردوات اللي نستعملها في مواد البناء، في الألبسة، ونحن مقبلون على شهر رمضان ونعرف الطلب يزيد على هذا الجانب، أكيد راح يحدث نوع من الاختلال. حتى العمال الصينيين الذين ذهبوا في الأعياد أعياد صينية إلى ديارهم لم يعودوا، يعني هناك بعض الشركات كما سمعنا لم تعد تعمل، يعني توقفت تقريبا. نعم، يعني هذا مسألة تاع العمال الصينيين، هذه فلربما داخلة في يعني في إطار الشركات اللي راهي تنشط، وهذه مش حالة عامة، لأن فلربما كاين اللي رجعوا اللي كانوا راحوا المناطق غير تلك المناطق المعروفة بالوباء، ولكن هذه مسألة أعتقد مش مؤثرة بالنسبة لنا كاقتصاد جزائري. الاقتصاد الجزائري يتأثر، قلت عن طريق قناة سعر الصرف، عفوا عن قناة سعر البترول، وتراجع الطلب العالمي على البترول باعتبار الصين أكبر مستهلك من العالمي، ثم التموين بالاقتصاد الجزائري بالمواد الأساسية اللي نستوردها من الصين، وعلى رأسها السلع الصناعية اللي في كثير من المجالات فيه حجم كبير من هذه السلع، ثم الألبسة إلى غير ذلك، وبالتالي هذا ممكن جدا يحدث خلل في السوق الجزائرية، مما قد يؤثر حتى على المستهلك، لأن الأسعار ممكن ترتفع، لأن مثلا نعطيك مثلا في الألبسة المستهلك الجزائري كان أمامه عدة خيارات في الماضي، لأنه يستهلك سلع صينية، يستهلك سلع من تركيا إلى غيره. الآن سيجد نفسه مرغما إذا لم تتوفر هذه السلع في السوق الجزائرية، راح في العيد المقبل راح يجد نفسه أمام ارتفاع أسعار الألبسة اللي تأتي من أوروبا أو تأتي من تركيا. على العموم الجزائر تتجه نحو توجه اقتصادي جديد، هو الاعتماد على النفس، استعمال الطاقات الجزائرية والصناعات الجزائرية في مختلف المجالات. نرجو السلامة للجزائر ولأبناء الجزائر وللعالم أجمع من هذا الوباء. أستاذ بريش، شكرا لك على هذه الاستضافة، وشكرا لوجودك معنا. شكرا، إلى هنا انتهت أوراق اقتصادية. سلام. شكرا لك يا زميلة خديجة طاهر عباس، آخر محطتنا اليوم في